العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تسير بالتوازي مع العلاقات السياسية التي تتسم بالقدم والتعاون الوثيق. وخلال الأعوام الأخيرة كان التقارب في وجهات النظر تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية هو السمة المميزة والتي تجلت بوضوح في اللقاءات على مختلف المستويات، بداية من لقاءات القمم الثنائية وحتى اللقاءات الوزارية الثنائية. وتعد روسيا الرابعة عالميا من حيث حجم الاستثمارات المباشرة خارج حدودها بقيمة 100 مليار دولار في العام، وتحتل روسيا الاتحادية المركز 24 في قائمة الدول الأجنبية صاحبة الاستثمارات في مصر، حيث أن If all goes to plan, this dusty construction site will soon be self-sufficient in gas and eventually turn it into an exporter. That would support growth. I'm confident clearly we need a daily focus. علاوة على قطاع الإنشاءات، وحتى الآن يعد التبادل التجاري بين البلدين أقل من القدرات والفرص المتاحة. وخلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام تجاوزت التجارة البينية بين مصر وروسيا 4 مليارات و420 مليون دولار. وقد شهدت الصادرات الروسية إلى مصر زيادة بنحو 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصلت حاليا إلى 3 مليارات و580 مليون دولار، في حين وصلت الصادرات المصرية إلى روسيا لحوالي 420 مليون دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين.